السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدونة دروس تقنية. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة تسطيب الألعاب من خلال البارتيشن الوهمي من خلال برنامج الباور ايزو. طبعا البارتيشن الوهمي بيفيدنا في إن إحنا بنسطب الألعاب اللي بتكون مساحتها كبيرة، زي مثلا ممكن تحمل لعبة مساحتها 2 جيجا أو 3 جيجا، وعشان تثبتها بتحتاج إن أنت تحرقها على أسطوانة أو فلاشة. طب افرض أنا مثلا معيش أسطوانة أو معيش فلاشة، أو مثلا في مشكلة عندي في الجهاز فمش قادر أحرق ملفات ايزو. فالنهارده هتعلم ازاي نثبت الملف اللعبه اللي هي بصيغه الايزو على البارتيشن الوهمي من خلال برنامج الباور ايزو. طبعا البرنامج الباور ايزو النسخه دي مفعله او مكركه، هيكون موجود الرابط التحميل بتاعها اسفل الفيديو للويندوز 32 والويندوز 64. تدخل على الفولدر بتاع البرنامج وبعدين دبل كليك على الايقونه دي وبعدين بتقول له يس، هيبدا يثبت معانا البرنامج مباشره. زي ما قلت لك دي نسخه مفعله مش بتحتاج اي تفعيل خالص. تمام، هندوس على اجري وبعدين هندوس على انستول. بعد كده هنيجي هنا ندوس على نيكست، ومن هنا هنختار وان درايف. دي خطوة مهمة جدا لان الدرايف اللي احنا هنختاره ده هو الدرايف اللي احنا هنثبت عليه اللعبة او من خلاله هنبدأ تثبيت اللعبة. هنعلم هنا برضو على ايمج اللي هي اي ام جي عشان دي برضو صيغة مهمة، وبعدين هندوس على كلوز. خلاص كده تم تثبيت البرنامج. تمام، هدخل على ماي كمبيوتر. هلاحظ المفروض ان بيظهر لي هنا بارتيشن وهمي او تالت، يعني هلاحظ عندي ان انا عندي سي دي روم وبعدين هيظهر لي بارتيشن لونه اصفر او درايف لونه اصفر، ده هيكون خاص ببرنامج الباور ايزو. طيب هو لو ما ظهر لكش هتفتح البرنامج وبعدين بتيجي على اوبشن وبعدين تختار اول اختيار وبعدين بتروح على الفيرتوال درايف وبتخليها وان درايف من هنا، هتلاقيها ديسيبل بتخليها وان درايف وبعدين بتدوس على اوكي. لو ادالك الرساله دي بتدوس اوكي وبعدين بتقفل البرنامج وتدخل تاني على الكمبيوتر. زي ما احنا شايفين هو هنا ظهر لكن عليه علامه استفهام. المطلوب منك انك لازم تعمل ريستارت للجهاز عشان تبدا تتم عمليه البارتيشن الوهمي او الكورس الوهمي بنجاح. طيب دلوقتي انا هوقف الفيديو هروح اعمل ريستارت وهرجع لكم تاني. تمام يا جماعه، زي ما احنا شايفين دلوقتي انا عملت ريستارت للجهاز عندي، وبعدين لو جيت فتحت الكمبيوتر هلاحظ ان هنا نزل لي بارتيشن اسمه سي دي درايف على شكل اسطوانه لونها اصفر، ده الخاص ببرنامج الباور ايزو اللي احنا ثبتناه من شويه عشان يتم عليه تثبيت اللعبه من خلال البارتيشن الوهمي. طيب دلوقتي انا معايا لعبه هنا زي ما احنا شايفين بصيغه ايزو وانا حابب اسطبها، لكن انا مثلا عشان اثبت اللعبه دي محتاج ان انا احرقها على اسطوانه او فلاشه زي ما قلت في اول الفيديو، لكن انا ممكن اثبتها عادي جدا بطريقه البارتيشن الوهمي. وبرضه هوري لك طريقه تانية في اخر الفيديو ممكن تنفعك لو انت مش عايز تستخدم الطريقه اللي احنا شرحناها دي كلها، في طريقه تانية من خلال برنامج الباور ايزو. طيب دلوقتي عشان اثبت اللعبه دي على البارتيشن الوهمي هاجي هنا كليك يمين عليها، طبعا هي بتبقى واخده اللون الاصفر اللي هو شكل برنامج الباور ايزو. احنا لو لاحظنا الباور ايزو هنا لونه اصفر، فاي ملف ايزو عندك على الجهاز هيكون واخد نفس الشكل بتاع الباور ايزو. تيجي هنا على اللعبه كليك يمين وتقول له باور ايزو وتختار ماونت ايمج تو درايف، هتختار ماونت ايمج تو درايف. تمام، هتستنى شويه. خلاص هو كده احنا حطينا اللعبه او حطينا ملف الايزو دوت على البارتيشن الوهمي بتاع الباور ايزو. طيب دلوقتي هنروح على ماي كمبيوتر، هنلاحظ ان البارتيشن هنا اسمه اتغير بقى بنفس اسم اللعبه. لو جينا فتحنا البارتيشن هنلاحظ ان جوه الملفات بتاعه اللعبه اهو والايقونه بتاعه السيت اب، اقدر اعمل سيت اب عادي جدا للعبه. لو ضغطت عليها مرتين هبدأ عملية تثبيت اللعبة زي ما احنا شايفين بدون أي مشاكل. تمام، طبعا أنا أكنسل لأن أنا مش محتاجها دلوقتي. طيب أنا دلوقتي خلصت تثبيت اللعبة أو البرنامج اللي أنا محتاج أشغله على البارتيشن الوهمي، وحابب بقى أفضي البارتيشن ده أو حابب أشيل الملفات من داخل البارتيشن الوهمي، بكل بساطة باجي كليك يمين هنا أهو وبعمل إيجكت وبعدين أوكي، بقفل ماي كمبيوتر وبدخل تاني. طيب لسه زي ما هي برضو الملفات ما راحتش، هاجي تاني كليك يمين وأقول باور أيزو وبعدين هختار unmount drive زي ما احنا شايفين، يا اما eject يا اما unmount drive، يعني جرب دي وجرب دي، لو دي ما نفعتش معاك جرب التاني. زي ما احنا شايفين بقى فاضي، لو جيت فتحته هيقول لي ان مفيش اي حاجه جواه. يبقى انا كده النهارده عرفت ازاي اثبت الالعاب من خلال البارتيشن الوهمي على برنامج الباور ايزو. طبعا سواء كان العاب او برامج، يعني مش شرط العاب بس، في برامج كبيره بتحتاج برضو ان انت تثبتها من خلال الملفات الايزو ممكن تثبتها من خلال البارتيشن الوهمي. طيب الطريقه الثانيه اللي قلت لك عليها هوريها لك في اخر الفيديو برضو اللي هي من خلال برنامج الوينرار. طبعا كلنا عارفين برنامج الوينرار اللي هو البرنامج اللي بيضغط وبيفك الملفات زي ما احنا شايفين ده شكله اللي هي الكتب الملونه ديت. تمام، طيب ازاي هفك الضغط عن الايزو او اللعبه دي بحيث ان انا اقدر اثبتها؟ حاجه اول حاجه اعمل فولدر، ممكن اسيبه زي ما هو، ممكن اسميه باسم اللعبه مثلا اسم اللعبه هيلو، وبعدين هاجي هنا كليك يمين على اللعبه او البرنامج وهقول له اوبن ويز واختار برنامج الوينرار. تمام، هيظهر لي جواه هنا الملفات بتاعه اللعبه زي ما احنا شايفين، هبدا احددها كلها وبعدين اسحبها على الفولدر اللي انا عملته، هيبدا يفك لي الضغط عن اللعبه او عن الملف الايزو. بعد ما يخلص فك الضغط
هدخل طبعا جوه الفولدر هلاقي ملفات اللعبة او البرنامج، وهبدأ اعمل لها سيت اب عادي جدا من غير ما احتاج للبارتيشن الوهمي. يبقى انت النهارده اتعلمت طريقتين، طريقة البارتيشن الوهمي وطريقة البرنامج الوين رار لتثبيت الالعاب اللي بصيغة ملفات ايزو او البرامج اللي بصيغة ملفات ايزو من غير ما تحرقها على اسطوانة او على فلاشة. تمام، زي ما احنا شايفين خلاص هو هنا خلص. هقفل الوين رار، هدخل على الفولدر هلاقي جواه ملفات اللعبة، هبدأ برضه اعمل لها سيت اب عادي وبعدين يس، وبعدين هيبدأ معايا في عملية تثبيت اللعبة. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لكم وتكونوا استفدتوا منه. رابط برنامج الباور ايزو والوين رار هيكون موجود اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.